استاذ محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان. مساء الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين، ومصر كلها طيبه يا رب ان شاء الله، ودايما مصر في يعني اعياد وفي فرحه ان شاء الله. استاذ محمد، هل بتحس انه فعلا حدائق الحيوان في مصر استعادت رونقها ووجودها في خريطة اهتمام المواطن والأسرة المصرية زي ما كانت قبل كده؟ أكيد طبعا، في يعني خطوات كبيرة جدا اتعملت في الحديقة، ولسه احنا منتظرين إن شاء الله تطوير شامل أكتر وأكتر، لكن الحديقة طبعا عملت يعني استعادت مكانتها عند يعني روادها ومحبيها، ويعني أنا بأكد حاجة النهاردة، يمكن حتى كان التعداد النهائي كان في حدود 55 ألف. بتتوقع حضرتك جداً الرقم ده يرتفع لإيه خلال أيام العيد كلها على بعض يعني؟ والله متوقع برضو طبعا بكرة وبعده يبقى فيه ارتفاع في الأعداد كبير، والأجازة ممتدة يعني حتى يعني العيد ممكن يبقى مثلا نهاية الثلاث أو الأربعة، لكن أنا يعني امتداد الأجازة الخميس والجمعة ده برضو بيدي يعني فرصة أن يبقى فيه إقبال كبير جدا خلال الأسبوع ده يعني. هل يا فندم الجو الحار بيخلينا نحجب بعض الحيوانات خوفا على صحتها، ولا ده مش حاصل في العيد؟ والله لا طبعا، احنا الجو الحار ده بيخلينا نفتح الـ 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 الحيوانات، بيديها جزء من الراحة كده أن هي تبقى في العرض أو داخل ما بيرتاحها، ده حسب يعني راحة الحيوان، لكن انا اعتقد ان مازال الحر مش جامد قوي، مفيش موجات الحر الشديده اللي هي تاثر تاثير سلبي على الحياه. طيب يا فندم، انا بشكر سعادتك جدا وبعيد عليك مره تانية، استاذ محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان، شكرا جزيلا.